السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. اليوم الى حيان الله غادي نحضر معكم هذا الصابلي بالنوغا. النوغا اللي كتجي رائعه بزاف، مخالفه على صابلي اللي كيكون فيه الشكلاط كيقهم. هذا لا، ما تيكونش حلو بزاف، والنوغا المذاق ديالها زنجلان ده خطير زوين بزاف. اللي ما بغاش دير نو زنجلان، يمكن لكم ديروا اي نوع ديال المكسرات متوفره عندكم بنفس المقادير اللي غادي نحط لكم دابا هنايا في الفيديو. نتمنى تعجبكم القناه ديالي وتعملوا لي لايك للفيديو وتشتركوا عندي في القناه اذا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديالي. عندي هنايا 160 غرام ديال الزبده، صافي. تنعاود ندير ثاني زيرو، تندير زيرو، تنرجع الميزان لزيرو. هانتوما باش تبعوا معايا. دابا غادي ندير سكر كلاصي، ديرو 260 غرام سكر كلاصي. ديرو، المهم ديرو اي سكر كلاصي متوفر عندكم، هو 260 عفوا، يعني 260 خصني ندير. صافي هو 260. صافي تنرجعها تاني زيرو، و تنزيد 100 غرام ديال الجليكوز. الجليكوز كنزوه بريتين كيبقى يلصق ضروري، كتغسلي يديكم باش ما تغسلي يديكم كتفزكوهم. صافي تندير الجليكوز، هو خاص مازال 21 غرام غادي نزيدهم. صافي وغادي نزيد 20 غرام ديال الحليب، اولا الكريمه اولا 100 غرام ديال الكريمه اولا الماء اولا الحليب. انا غادي نضيف غير الماء، غادي نرجعو ثاني زيرو، غادي ندير الماء 100 غرام ديال هذا، غادي نقص شويه. صافي غادي نردو زيرو، و كنزيدو قبيصة ديال الملح. ضروري كتزيدو قبيصة ديال الملح باش كيعطينا مذاق زوين. صافي كندير الملحة، وغادي نديرو دابا فوق النار، من بعد غادي نزيدو 100 غرام ديال الدقيق. تنديرو فوق النار تيغلي مزيان كيما كتشوفو، و تنحركو كنبقى نحركو كنخليه تيبقبق مزيان، عاد كنزيد ليه الدقيق مع الزنجلة. صافي كنسمو بشويه ديال الفاني، كندير هاد الفاني ديال الباكيه. غادي ندير فيه شويه، غير كنسمو بيه صافي. كيما كنشوفو ملي كيدير لنا هاد الفقاعات طنطفي عليه. كنطفي عليه و تنزيد الزنجلان، غادي نزيد دابا الزنجلان و غادي نزيد الدقيق. ملي كدير هاد الفقاعات كيما كتشوفو، صافي تنزيد هاد الزنجلان. عندي نص كيلو ديال الزنجلان، إلا بغيتي ديرو غير نص الكمية راه كديرو ربع، راه ما تيوقع ليها والو، واخا تبقى ليكم شهرين ما تيوقع ليها والو، 3 شهور 4 شهور كتخدموا بها، كتزوقوا بها لي طاخت، كتزوقوا بها الكيكات، اي حاجه درتيها كديريها. صراحه انا بعدا هذه من الاحسن كل واحده دير فيها نص كيلو،
وتخزنها عندها بيتي التلاجة ولا تحت من البوطاجي، المهم ليها حال بارد غير في بلاكار، الا سخون الحال ديرها حيت فيها الزبدة باش ما كتذوبش صافي. وتنزيد الدقيق 100 غرام ديال الدقيق، صراحه كتجي رائعه هاد النوكه كما قلت لكم، ما تيوقع عليها والو، كتخليها تحت في الثلاجه ولا في البلاكار ما تيوقع عليها والو، واخا كتبقى لك مده طويله. كديرها في بواطه وقت ما احتاجيتيها كتهزيها كتخدمي بها، كتجي رائعه صراحه. هي انا هذا كنضيف ليها واحد نص معلقه ديال الفاني كما قلت لكم باش كتعطيني داك المذاق، عرفتي كطيب كتعطي داك الميلونج ما بين الفاني وسميتو الفاني والزنجلان. يا سلام بالنسبه للدور ديال الطحين ما تيخليهاش تكون قاصحه، كتجي المهم كتجي مقرمشه كتجي بنينه، حيت كاين اللي كيدير النوكا ولكن كتجي قاصحه بحال العجره، السر هو الدقيق ما تيخليهاش تجي قاصحه. بالنسبه للماء انا كندير الماء اللي بغات تخدمها بالكريمه، متوفره عندها الكريمه دير الكريمه. هانتوما راه هنايا مازال سخونه، ممكن تخدموا بها هكا سخونه اولا ممكن تخلوها تبرد كما كندير انا، انا تنخليها حتى كتبرد عاد كنخدم بها بما صالي الصابلي، المهم تنخليها تبرد، مره تنخدم بها هكا مره تتبرد تتولي بحال عجينه، تناخذها تنكورها وتنحطها هكا كتجيني ساهله، وحتى تجيني ساهله في العبر. دابا هكا كنخليها حتى كتشد مزيان كما كتشوفوا، كنحركها مزيان كنتاكد واش داك الطحين منسجم مزيان صافي، وتنخليها جانبا صافي. هنا تنعمر جميع لي مول ديال السيليكون اللي عندي، كل هذا حفيره ديال المول كتحطي فيها بحال قلتو معلقه صغيره، ولا هذا قدبيه كتحطوها في لي مول ديال السيليكون، المهم كتعمروا داكشي اللي عندكم كاملين، كتحطوه جوج بجوج ولا ثلاثه بثلاثه على حسب شحال كيشد لكم الفران. تنشعل ليه من الفوق ومن التحت على 150، كنخليه غير كسميتو هذا تتشمي ريحته، المهم تتبان لك النوكه طابت حيديها. وهذا عندكم تساو عليه اللي يتحرق، انا درت فيه ثلاثه د النوع ديال النوكه، درت هذا ودرت المدور ودرت المعين. بالنسبه لهاد لي مول ديال السيليكون اللي غادي تشريهم، الاحسن تشري فيهم جوج جوج من الحاجه، مثلا هادو تاخدي فيهم جوج والمعين جوج، المهم اي واحد تاخدي فيه جوج جوج باش دغيا كتكملي سميتو. وكما قلت لكم راه كنطيب النوكه من الفوق ومن التحت على 100 على 100 وسميتو 150. بحال دابا هادي بانت لي ما طايباش، غادي نردها ثاني للفران، اللي بانت لكم ما طايباش ردوها للفران، راه كتبان ملي كطيب ما كتقرمش كتولي مازال لاويه صافي. هنايا ها هما الشكيله اللي درت فيه كما قلت لكم دور والمعيان وهذا والاوفال، كنعمرو بالكراميل المنزلي، كندير غير بالشكل ابدا الكاس ديالها كاس ديال السكر كنديرو فوق النار حتى كيغلى، تندير تنزيد ليه 50 غرام ديال الزبده، وتنزيد ليه الكاس ديال الماء اولا كاس ديال الكريمه، وكنزيد ليها الشكلاط الابيض حتى كيعقد، خبيصه ديال الملح صافي، وكنطحنو مزيان مزيان. كديرو شويه لغوم ديال الكراميل ولا بلا ما ديروها صافي، هادشي اللي كندير في الكراميل صافي، كتخلوه كيبرد راه كيولي لكم عاقد بهاد الكيفيه كما كتشوفوا. بالنسبه للصابري راني كنطيبو في السيلبات باش كيجي هنايا باين، وكنزوقو على ديك الجهه اللي كتكون باينه. بالنسبه للصابلي راه ديجا نزلتو لكم، غادي نحط لكم واحد فيديو هذا واحد شويه منه الفيديو تسريع باش تشوفوا المقادير ديالو، باش اللي ما شافتش الفيديو ديال الصابلي. العجينه المعتمده عندي راه غادي نحطها لكم باش تشوفوها، راه كتجي بنينه، وهاد الصابلي كيجي رائع بزاف. اللي بغات تخدم مثلا ما بغاتش تخدمي بزنجلان ممكن ديري كاوكا ولا لوز ولا لوزي فيلي مع الفواكه جافه مخلطه، المهم خدموا باي حاجه متوفره عندكم. هذا تبدلو غير هذا الزنجلان بشي مكسره اخرى نفس المقادير كيبقاو.
المقادير ديال الصابلي كنحتاج 4 ديال الزبده، جوج معالق جوج كيسان ديال السكر كلاصي. كنخدم مزيان هاد الزبده مع السكر كلاصي مزيان مزيان، وتنزيد جوج كيسان ديال الزيت. الا درتو الزبده ديال العبار نديرو غير كاس ونص ديال الزيت بركه. صافي، هنا كناخذ اللوز، كناخذ اللوز تنطحنو مزيان هو القشرة ديالو بلا ما يكون محمر بلا والو. صافي، وتنديرو في العجينه وكنزيد معلقه ديال الناطا وتنزيد 4 ديال البيضات وتنخلط كلشي. الا بغيتي تخلطو باليد تخلطو باليد، الا بغيتي تخلطو بالعجينه كتخلطو بالعجينه. صافي، هذه هي العجنه ديال الصابلي المعتمد عندي، كتجي رائعه بزاف بنينه وكتجي اقتصاديه وكتخرج كميه كثيره. صافي، كنخلط مزيان هاد المكونات كما كتشوفوا. عاد كنزيد الدقيق، بالنسبه للدقيق شويه بشويه، ما كديروش الدقيق دفعه واحده باش ما كيجيكمش هذا، ما كيجيكمش كثير الدقيق. ملي كيجي تاني الدقيق كثير ما كيجيش صابلي زوين. صافي، هنايا تنخلط الدقيق، راه ما تندلكوش غير كنجمعو. صافي صافي، هنايا من بعد ما جمعت فيه الدقيق الكافي كنجمعو كنخليها بار، كنحطو في ميكا بما وجد ليمون، بما وجد ليمون اللي كنخدم بهم. صافي، كنفرشو بين جوج ميكات. راه هنايا واخا تيكون فيه دوك الحبيبات ديال اللوز راه تيجي فيه المذاق زوين. هذا اللوز ملي تنطحنو تيولي صابلي بحال فيه شي حبيبات كما كتشوفوا. بالنسبه للصابلي راه كنخدمو فوق السيلبات، كنخدمو فوق السيلبات هانتوما. وهنايا تاني كندير ميكا فوق ميكا وكنبسطاني العجينه. بالنسبه لهاد الصابلي راه تيجي ما تيجيش ثاني رقيق بزاف، المهم تجي شويه غليظ بين وبين باش كيتجي، باش هذا حيت غادي نديرو غير على بلاكه وحده وغادي ندير فوقه النوكا. هانتوما القوام ديالو كيف داير، الحجم ديالو. صافي، كنستف تاني وحده كيطيب في الفران يكون سخون من الفوق لتحت على 150 درجه حتى كيتحمر اللون ديالو كيجي زوين. هانتوما بالنسبه للكراميل راه تيجي رائع بزاف، كتصيبو بكميه كثيره، كتحتفظو بيه في الثلاجه ما تيوقع ليه والو. حتى النوكا هو كذلك، الا شطت لكم النوكا ما بغيتوش طيبوها كامله، احتفظوا بها غير في الثلاجه ولا تحت من البلاكار الا كان الحال بارد. اما الا كان الحال سخون احتفظوا به في الثلاجه باش ما هذيك الزبده ما كديرش الريحه. صافي، هانتوما وكنعمرو بهذه الطريقه صابلي كيجي ناجح 100%. الا بغيتو تحتفظوا به هكا طيبه، تحتفظوا بها في السوبيرات بحال هكا. اقسم ما بغيتو هذا تزوقوا بهم صابلي، مثلا عندكم كوموند ديال هذا كطيبو قبل، قبل هاد النوكا وكتحتفظوا بها في لي بوط حتى كتبغيو تزوقوا بها. هذا تسدو مزيان لي بوط. صافي، تاخذوا الصابلي تتعمروا بها هكا بالكراميل ولا اي نكهه بغيتو. صافي، بالنسبه للطريقه الاحتفاظ بهم في المجمد، هذا الا بغيتي تعمري به الصابلي طيب، الا ما بغيتيش راه هذا بلا ما طيبي النوكا. الا بغيتي طيبي النوكا احتفظي بها مزيان في واحد البواطه تكون مسدوده مزيان. نتمنى يعجبكم الفيديو، والى فيديو اخر باذن الله ان شاء الله.